فضاء الألعاب القريب من محطة القطار بطنجة. ساعات عصيبة عاشها الزوار هنا ليلة أمس إثر حادث خطير نجم عن عطب تقني مفاجئ في أرجوحة دائرية. الواقعة خلفت إصابة حوالي 20 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية. بحسب السلطات المحلية فإن حالة التدافع والارتباك التي سجلت جراء الحادث ساهمت هي الأخرى في رفع حصيلة المصابين. بقات كتدور بين هيدا ولا توقفت هيدا كتميل هيدا وكتقدر بالجهد، بقات كتدور بالجهد تضربت. كنشوفوا هذوك الناس اللي قدامنا ضربوا في الحديده ديالها وتسيبوا. حنا راكبين في ديك اللعبه، المهم كنلعبوا عادي ماشي شي حاجه فيريه. حتى كنشوفوها دارت يعني بواحد السرعه كبيره، شويه تهرست بين الاولى والثانيه، يعني ديك الكروسه ضربت في الارض، ديك العربات اللي كيهزونا واحده منهم ضربت في الارض، دقات كتضرب الثانيه الثالثه واللي كتضرب كتسيبنا، فهمتيني؟ حالات كلها طفيفة الحمد لله، إلا واحد جوج حالات اللي حالات متوسطة مازالت تحت الملاحظة. السلطات المختصة فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث الذي يعيد إلى الواجهة إشكالية توفر شروط السلامة في هذا النوع من الفضاءات الذي يرتاده المئات من الأطفال والشباب قصد الترفيه والمتعة.